معرض الكتاب الدولي سيلة 2022 يعود إلى الواجهة ويرحب بعشاق المطالعة، فبعد انقطاع لمدة عامين جراء الأزمة الوبائية، نظمت وزارة الثقافة والفنون طبعة 25 من صالون الكتاب الدولي بقصر المعارض الصنوبر البحري، التي عرفت تواجد أكثر من 1000 عرض من مختلف دول العالم. واستضافت الجزائر بمناسبة الذكرى 25 من هذا الحدث دولة إيطاليا، التي تمتلك رصيدا أدبيا وثقافيا غني عن كل التعريف، إضافة إلى مساندتها الدائمة للجزائر إبان الثورة التحريرية، وهو ما يؤكد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين. راني نشوف المعرض يعني ما شاء الله، وفيه يعني من كلش. اليوم جيت من ولاية جلفا، جيت نزور معرض الكتاب. الأجواء مليحة، الله يبارك، عرب كذا عجبتنا الأجواء، وكان ماشي جو من كل الولايات. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة المعرض كان مفيد، يعني قيم بالكتب، وهذه أول زيارة لنا هنا في هذا المعرض، إن شاء الله تكون إن شاء الله زيارة مفيدة إن شاء الله. شهد المعرض مشاركة واسعة من قبل الشباب الذين دونوا حضورهم بباقة من الكتب. أنا سلسبيل بن شيبة، 18 سنة، طالبة في السنة أولى طب، كاتبة مبتدئة. شاركت بكتابي انفصام وصرخة انتقام مع دار المثقف هنا بالجزائر العاصمة. إن مشاركتي في معرض صالون الدولي للكتاب كانت تجربة جد جميلة. هذه أول مشاركة لي في الصالون الدولي لمعرض الكتاب بالجزائر بكتابي الأول الذي تحت عنوان لتوبيديان تراكمات روح، يعالج كتابي الكثير من القضايا الاجتماعية. كما كان معرض الكتاب فرصة ثمينة لمناقشة الكتب، ومكن دور النشر من طرح آخر إصداراتها بعد الأزمة الوبائية التي شهدها العالم. عدنا والعود أحمد، وها نحن في سيلة 22 بعد انقطاع دام سنتين. مولودي الجديد بعنوان لكونفيزيونيست بيرفيد مع دار ومضى. بعد انقطاع سنتين تنقطع الجزائر وينقطع الكتاب عن العرض، نتمنى للقارئ أن يتوافد بكثرة حتى نمسح كلمة أن القراءة المتدنية هي خاصة في الوطن العربي. ناشرا يطبع له كتابه.